عدد اكبر منه وعدد اصغر منه، والعدد المطلوب منه يديره في الاصل يكون في الوسط. طيب، لكن احيانا يقول لي احصر بين عددين متتاليين. لاحظ، متتاليين. مثلا يقول لك سؤال هكا، نبدا بالعشرة، احصر، تبع مليح درس مهم هذا، احصر العدد الآتي بين عشرتين، تبع مليح، عشرتين متتاليتين. لحظة، احصر العدد الآتي بين عشرتين متتاليتين، معناه مشي كما نقولوا هنا مثلا 41 42، لا، قال لك متتالي في العشرات، في العشرات معناه 40 50، هذه هي العشرات، معناه نحسب بالعشرة، عشرة بعدها 20، إذا عندي 50 بعدها 60، إذا عندي 80 بعدها 90، هذه هي العشرات، ما قاليش في الآحد، لو كان قال لي في الآحد عندي 41 42 ولا 44 45، وقال لي في العشرة معناه نزيد بالعشرة. طيب نديروا مثال في الأعداد الصغيرة، مثلا يعطيك العدد، لاحظ 543، لاحظ السؤال، تبع سلامة، السؤال احصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين، تبع مليح السؤال، ممكن يقول لك 200 متتاليتين، ممكن يقول لك 2000 متتاليتين، ممكن يقول لك عشرات الآلاف متتاليتين، هنا قال لك العشرات فقط. شندير أول خطوة، ندير الرمزين، عطاني العدد وقال لي حصر بين عشرتين متتاليتين، شندير ندير الرمزين، الرمز أكبر وأصغر، معناها أن العدد يكون أكبر من هذا وعدد أصغر من هذا، بشرط هذا العدد اللي راح ندير واحد من واحد من يكون متتاليين في العشرات. طيب خطوة شندير، الخطوة الأولى ندير الرمزين، هذه درت الرمزين، الخطوة الآتية نحدد، شنو نحدد؟ المرتبة اللي قال لي احصر فيها، وقال لي احصر في العشرات، نحدد مرتبة العشرات والرقم، 11، هاي 4 هي العشرة، فهمنا؟ الآن قيمة الأربعة هنا شحال؟ احنا قرينا قيمة الأرقام والأعداد، هنا الأربعة راهي في العشرة، لكن قيمتها شحال؟ 40، نكتب 40 في الجهة الصغرى. 40 يزيد لها 10 شحال تولي؟ 50، ندير 50 في الجهة الكبرى، وبعد ذلك نضيف الرقم اللي راه خاص اللي هو 5. إذا 543 راني حصرتها بين عددين متتاليين في العشرة، اللي هما 540 و550، وهي حقيقة 540 و550 في الوسط ما بيناتهم، ما بينهما تجي 543، ما بين 550 و540 تجي 541، 542، 543، 544، 545، 546، 547 حتى 49، بعد ذلك تجي 550. إذا 550 أكبر من 543 و543 أكبر من 550، هذه لما نقراها من اليمين لليسار، كي نقراها من اليسار لليمين، 544 أصغر من 543، و543 أصغر من 550. المهم راني حصرت هذا العدد اللي عطاه لي بين عشرتين متتاليتين. مثال آخر، ركز مليح، عطاني مثلا، نكبر الآن في العدد، هو باش يشرح لكم عدد صغير، راح يعطيك أعداد كبيرة في مئة الآلاف ولا بالآلاف، أعطاني مثلا 7457، لاحظ 7457، السؤال شو هو؟ احصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين، عشرتين متتاليتين، ونزيد بالعشرة، تبع وافهم مزيان. خطوة جدا، الخطوة الأولى إلى أن أعطاني العدد وداني الرموز نكمل، ما دانيش الرموز نديرهم أنا، ندير الرمزين أكبر أصغر،
خطوة الموالية نحدد المرتبة اللي قال لي احصر فيها. قال لي احصر بين عشرتين متتاليتين، وراي عشرتين احد عشرة، الخمسة هي العشرة، خمسة هي العشرة. خمسة هي العشرة. طيب هنا خمسة راي فيها رقم العشرة، قيمة الخمسة هنا شحال؟ خمسون، لأنه راي في العشرة. نكتب خمسين منها ونكتب خمسين منها. بعد ذلك شنو ندير؟ نكمل الأرقام اللي بقاو لي جهة اليمين. بعد الخمسة شحال؟ عندي الربعة والسبعة. نكتب الربعة والسبعة منها ونكتب الربعة والسبعة منها. ونكون كملت. شكملت شكلت احصرت هذا العدد بين عشرتين متتاليتين، وحقيقة بعد الخمسين شتجي؟ تجي ستين. منا ما نديرش خمسين، منا ندير ستين. أنا راسي دار. نكتب قلنا قيمة الخمسة خمسون، نكتب خمسين منها. بعد الخمسين شتجي؟ نديرو ستون منها. دائما في جهة نكتب القيمة اللي راهي عندي في الصغرى، في الجهة الصغرى، وفي الجهة الكبرى نزيد لها عشرة، لأنه قال لي عشرتين متتاليتين. خمسين نزيد لها عشرة شغتولي؟ ستين. الآن راني حصرت العدد بين عشرتين متتاليتين اللي هما 7450 و 7460. ما بين 7460 و 7450 تجي 7457. نديرو مثال آخر. لاحظ الآن نكبر في العدد، عندي 14346. 14346 شنو عندي؟ راح نحصرها بين عشرتين متتاليتين. أول خطوة قلنا ندير رمزين أكبر وأصغر. الخطوة الموالية نحدد المرتبة وراي العشرة. إذا قيمة الأربعة 40، نكتب 40 منا. أربعة نزيد لها عشرة. علاه نزيد لها عشرة؟ لأنه قال لي عشرات. أربعة نزيد لها عشرة تكون لي خمسون. نكتب خمسون في الجهة الموالية. بعد ذلك نكملوا الأرقام اللي بقاو. عندي ثلاثة أربعة واحد. ثلاثة أربعة واحد. إذا راني حصلت العدد اللي عطاه لي بين عشرتين متتاليتين اللي هما 40 و50. أو العدد 14340 و 14350. فهمنا كيف نحصل بين عشرتين متتاليتين؟ الآن نبدل السؤال. لاحظ السؤال يبدل. الآن يقول لك احصر هذا العدد ولا العدد الآتي بين 200 200 قلم. قلنا سابقا باللي 100 دائما الهمزة على النابرة، مش فعليها على النابرة. 200 وكلمة 200 مثنى زوج، أي مثنى 200. طيب أعطاني العدد، أعطاني العدد مثلا 9521. لاحظ 9521 كما نفس الطرق اللي شرحناها سابقا. الان اول خطوه ندير الرمزين. الخطوه المواليه نحدد المرتبه. انا قال لي 200 معناها نحدد المئات. لاحظ الخمسه هنا راهي في رقم المئات. طيب قيمه الخمسه هنا شحال؟ 500. الساعه اللي شرحنا كنا في العشره كنا نقول قيمه الخمسه 50. الان الخمسه راهي في المئات، قيمة الخمسة 500. شنو ندير؟ نكتب 500 في الجهة الصغرى، تبع مليح، في الجهة الصغرى 500. طيب 500 شنو تجي موراها في المئات؟ 600. نكتب 600 في الجهة الكبرى. أنا كتبت 600. الآن الأرقام اللي بقاو نكملهم. قال لي 9 نديرها في الجهة الكبرى وفي الجهة الصغرى. الآن راني كملت. شنو درت؟ راني حصلت العدد اللي عطاه لي لكن بين 200 متتاليتين. وحقيقة ال 500 تجي موراها 600. الآن أنا نحسبه بال 100 ماشي بال 10 كما الساعة. رانا في ال 100، 500 تجي 600. إذا 600 تجي موراها 700.
إذا صفر 200 وراها 300، إذا صفر 400 وراها 500. حقيقة 9500 تجي بعدها 9600. بينهما في الوسط ما بيناتهم تجي 9521. طيب ما بيناتهم ما بين 9600 و 9500 كاين أرقام كثيرة. ماشي غير هذا، كاين 9501، 9510، 9520، 9521، هذا 9530 و40 و50 و60 و70 و80 باه تجي 9600. فهمنا؟ لازم نفهم شنو راني ندير. نديرو مثال اخر، نكبر العدد الان، نديرو 10000. لاحظ عطاني 15000، 15000 و237. لاحظ 15237. السؤال شو هو؟ احصر بين مئتين. قلت لك تتبع مليح للسؤال، شوف شنو يقول لك، يا عشرات يا مئات يا الاف يا عشرة الالاف يا مئات الالاف. تتبع مليح، حنا راه عندنا مئات، مئات بسيطة ماشي مئات الاف. ممكن يقول لك مئات الاف قلنا وصلوا لها، رانا في المئات. شنو ندير؟ نحدد مرتبة المئات ورانا قبل ما ندير مئتين ندير رقم زين. اثنان هنا راهي رقم المئات، رقم المئات. طيب قيمة الاثنان هنا علاه؟ لأن راهي في المئات. قيمة الاثنان 200، معناه نكتب 200 في الجهة الصغرى، العدد اللي صغير منه ماشي اللي كبير، في الصغير هاو اللي صغير منه منه ندير 200. طيب بعد ال 200 شنو تجي؟ لأنه قال لي 200 متتالية، 200 تجي بعدها 300. بعد ذلك كم الأرقام اللي مازال ما كملتهمش اللي يجوا بعد المرتبة 15 نكتبها في الجهة الكبرى وفي الجهة الصغرى. وهكذا نكون انتهيت، راني حصلت العدد بين 200 متتالية هما 15200 و15300، ما بينهما يجي العدد هذا. خلاص؟ الآن نبدل السؤال، شنو يقول لك؟ احصر بين 2000 متتاليتين. آلاف نفس الشيء، نفس الطريقة، نفس اللي يفهم الأول يفهم الثاني. بين 2000، لاحظ احصر بين 2000 متتاليتين. لاحظ أعطاني مثلا 15304. تمام، 15304. السؤال نشوف السؤال مليح، 2000 ماشي عشرات ماشي مئات، انا راح نحسبه بالالف. كي يصيب 1000 موراها 2000، كي يصيب 3000 موراها 4000، كي يصيب 5000 موراها 6000، كي يصيب 7000 موراها 8000. معناها راح نزيد بالالف، ماشي راح نزيد بالواحد، ماشي راح نزيد بالعشرة، ماشي راح نزيد بالمئة، راح نزيد بالالف. فهمنا؟ طيب الخطوة الأولى كما قلنا سابقا ندير الرمزين، رمز أكبر ورمز أصغر. الخطوة الآن نحدد المرتبة اللي كنا نحصر فيها، احصر بين 2000، معناها راهي هضر على الآلاف، وراهي مرتبة الآلاف. إذا 5 هنايا راهي في مرتبة الآلاف، معناه رقم الآلاف هنا 5، لكن قيمة الخمسة هذه شحال؟ 5000. شنو ندير؟ نكتب 5000 في الجهة الصغرى. انتبه مليح، ما ديرش في بالك بلي ساهلة وراك فهمتو. نكتب 5000 وين؟ في الصغرى. زعما انا قلت لك خلط انا 5000 نكتبها هنا ولا هنا؟ في الصغرى منها. افهم بلي في الصغرى، لأنه علاه في الصغرى؟ ممكن يجيب لك الرمزين، ممكن هذا العدد نخلوه كيما راه وندير لك الرمزين هكا. كي نديرهم هكا الصغرى وين تولي؟ تولي منا. تولي فاهم بلي ديرها في الصغرى ديرها منا. بصح لو كان تفهمها نديروها دائما منا، كي يقلب لك الرمز هكا ديرها من خطا، لأنه كنت في الجهة الكبرى. وحنا قلنا سابقا بلي العدد الأكبر هو اللي يجي داخل الرمز. فهمنا؟ نقول لك ركز مليح، ممكن يقلب لك الرمز. إذا قيمة، القيمة تاع 5000 وين نكتبها؟ في الجهة الصغرى، في الجهة الصغرى. نكتب 5000، 5 وندير لها 3 أصفار، 5000 على 5000 هكا
أحد عشرة مئة ألف. 5000 الصغرى في الجهة الكبرى شنو تختلف؟ 5000 وزيد لها 1000. علاه؟ علاه زيد لها 1000؟ علاه ما زيدلهاش 10 ولا 100؟ لأنه هو قال لي 2000 معناها راح نزيد بال 1000. أنا درت 5000 من عندي نزيد لك 1000. ضاع. قالت لي خطوة أخيرة ونكمل. خطوة أخيرة شنو هي؟ الأرقام اللي بقاو نكمل. قالت لي واحد ندير الواحد من؟ واحد. وبالتالي نكون كملت تبع. يعني حصرت العدد بين 2000 متتاليين اللي هما 5000 و 6000 أو العدد كامل 15000 و 16000. مثال آخر. أعطاني مثلا نكبر العدد الآن. أعطاني 354000 و 390. ضاع 354000 و 390. الخطوة الأولى كنا ندير الرمزين، ما يخليش نروح العدد الكبير. ونحافظ الطريقة نحصروا عاد وحصروا بين 2000 و 3000. وين ألف هنا؟ أربعة. قيمة الأربعة 4000. نكتب 4000 في الجهة الصغرى. 4000 و 4000 كيزيد لها 1000.
قال لك عشرة متتانية من الآلة. شو معناها؟ معناها عشرات الآلة، مش العشرات البسيطة، عشرات الآلة. طيب وعبالك عدد، عبالك 863 ألف ومئتين وستة وستين مثلا، هذا عدد نضربه بهم. قال لك احصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين من الآلاف. أول خطوة دائما دير الرمزين، الرمز أكبر والرمز أصغر. الخطوة الثانية دائما، الخطوة الثانية نحدد المرتبة اللي راح نحصر فيها. ما راح نحصر؟ راح نحصر في العشرات، في المئات، في الآلاف. راح نحصر في عشرات، راح نحصر في عشرات الآلاف. في العدد اللي أعطاه لي والله عشرات لا، راني حددت المرتبة اللي قال نحصر فيها. حددت المرتبة. الآن الرقم ستة هنا راه في منزلة عشرات الآلاف، لكن قيمة الستة هنا ماشي ستة، قيمة ستون ألف. ستون ألف، قيمة الستة هنا ستون ألف. علاه؟ لأنها راهي في منزلة عشرات الآلاف. إذا نكتب القيمة تاع المرتبة اللي عندي وين؟ في الجهة الصغرى. نكتب ستون ألف في الجهة الصغرى. تبع أنا سبق المرة 60 ألف. لا نكتبها في الجهة الصغرى فقط. طيب لما نكون نحسب 60 ألف، شو تجي بعدها مباشرة في عشرات الألف؟ تجي 70 ألف. الآن ما نزيدش بالعشرة كما زدنا في البداية، وما نزيدش بالمئة، وما نزيدش بالألف، نزيد بعشرات الألف. 60 ألف تجي بعدها 70 ألف، 10 ألف تجي بعدها 20 ألف، 50 ألف تجي بعدها 60 ألف، 80 ألف تجيب لها 90 ألف، هذه يزيد ب 10 ألف، 60 ألف تجيب لها 70 ألف. ما نغلطش في الأصفار، ما نغلطش لا نقص صفر ولا نزيد. 70 ألف، 10 ألف، 10 ألف. الآن آخر اللي باقي نكملهم في كلا الجانبين اللي هو 8 فقط، نكملوا منها ونكمل 8 منها. الآن الآن راني حصلت العدد اللي أعطاه لي بين عشرتين متتاليتين من الآلاف اللي هما 60 ألف و 70 ألف، أو العددين 860 ألف و 870 ألف. اللي هو مثال آخر، مثال آخر بنزيدو نفهمو أكثر. قلنا الشيء إذا تكرر. جيد صح. أعطاني 843 ألف وخمسمائة وثلاثة. صح. احصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين من الألف. أول خطوة قلنا ندير الرمزين. الخطوة الثانية نحدد المرتبة اللي قال لي احصر فيها. قال لي احصر في عشرات الآلاف. وراي عشرات الآلاف هنا الأربعة. بعد ذلك قيمة الأربعة هنا. علاه 40 ألف؟ لأنها راهي في مرتبة 10 ألف. وين نكتب 40 ألف؟ في الجهة الصغرى. 40 ألف. وما ننساش القاعدة اللي كنا عليها، نكتب الأرقام 3 3، ما نلصقش الأرقام اللي تجيني غير أسهل. 3 أصفار البسيطة هم هذا 4. طيب 40 ألف تجيبها مباشرة 50 ألف في عشرات الألف. نكتب 50 ألف في الجهة الصغرى. بعد ذلك شدد الأرقام اللي بقاو لي مازال ما فهمتهمش، نكملهم في كلا الجانبين اللي هي الرقم 8. إذا 840 ألف تجي بعدها مباشرة في عشرات الآلاف 850 ألف، والعدد اللي بقاو لي يجي في الوسط ما بينهما. خلاص؟ الآن نغير السؤال. نغير السؤال. شنو قال لي؟ بين 200 متتاليتين من الآلاف. جيد، 200. آه. لذلك نقرأ الأسئلة ونكمل السؤال كامل باش نفهم شكلي. ممكن نقرأ 200 متتاليتين ونروح ديرها تبعها نحسبها 100 فيها. لا لا، نكمل السؤال. 200 متتاليتين من الآلاف. الآن ركز، ممكن قاعد تخلص. ركز مليح. عطاني عدد مثلا
ركز مني. 543 ألف وخمسمائة واثنان وأربعون. السؤال: احصر العدد بين مئتين متتاليتين من الألف. القوة الأولى دائما دير الرمزين، دير الرمز أكبر والرمز. الخطوة الثانية دائما نحدد المرتبة ولا نحدد المنزلة اللي راح نحصر فيها. قال لي 200 متتاليين من الألف، 100 الألف هنا وين راهي؟ أربعة خمسة أربعة شكون اللي قالت أربعة؟ صبري أربعة عشرات الألف، أربعة عشرات الألف صبري. أحد عشرات، مئة آلاف، عشرات الألف، مئة الألف، مئة الألف. وقلنا العدد ثلاثة ثلاثة، مئة الألف اللي فيها ست أرقام وراني حبسها. بعد درس ولا درسين حنقول مرتبة الملايين، نرانا حبسين مئة الألف. طيب المرتبة اللي قال لي احصر فيها هي مئة الألف اللي هي الرقم خمسة، أنا درت عليها وحددتها. الآن الرقم خمسة هنا في هذا العدد يمثل مرتبة مئات الألف، لكن هذا الرقم خمسة قيمته 500 ألف. قيمة تاعه 500 ألف. تبعك 500 ألف، 500 ألف. وين نكتبها؟ في الجهة الصغرى، في الجهة الصغرى، دائما في الجهة الصغرى. 500 ألف الخمسة والأخرى هي أصغر. 500 يعني يقول 500، هاي 500 ألف معناها كي قلت ألف ندير ثلاثة تاع البسيطة وثلاثة تاع البسيطة ندير أصفار، إذا ثلاث أصفار. هذه هي 500 ألف كتبتها في الجهة الصغرى. طيب 500 ألف كي نزيد لها 100 ألف. 600 ألف. جيد 600 ألف. 600 ألف. علاه؟ لأنه راني نحصر بين 200 متتاليتين من الألف، مئات الآلاف. 500 ألف تجي بعدها 600 ألف. لو كان عندي 700 ألف تجي بعدها 800 ألف. لو كان عندي 300 ألف تجي بعدها 400 ألف. فهمنا؟ الآن احنا قلنا سابقا نسيبوا أعداد بدنا نكملوهم. الآن ما عنديش أعداد، خليها كيما راهي. لو كان عندي أعداد، لو كان أنا في مرتبة الملايين ودار لي رقم هنا مثلا قال لي 3 ملايين وكمل لي هذا، ثم ندير 3 منا و3 منا. إذا عندي هنا ما عنديش أرقام، معناها تقعد كيما راهي. معناها العدد راني حصرته بين 200 متتاليتين من الألف اللي هما 500 ألف و 600 ألف. خلاص؟ نديروا مثال إلى آخر في 100 ألف. لاحظ الآن نديروا بمرتبة الملايين. لاحظ أعطاني عدد كبير اللي فيه مرتبة الملايين، أعطاني 7 ملايين. لاحظ 7 ملايين. طيب و 352 ألف و 122. لاحظ أعطاني عدد فيه الملايين. تقراه عادي ما يجيني لا صعيب لا والو. قلت لكم الخطوه اللي خليك تقرا اي عدد مهما كان كبير تقسمه ثلاثه 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 بسيطه، 3 ملايين. فهمنا؟ حب نزيدوا له رقمين، نزيدوا له رقمين، نزيدوا له واحد لاحظ، نزيدوا له ثلاثه. ها انا كبرنا فيه. نقراه عادي علاه؟ راني نقسمه ثلاثه ثلاثه ثلاثه. لاحظ تخيلوا لو كان نكتبه بالتاسع. شوف شوف تبع معايا. هو كان خاف انا واحد من الناس نقراش يجيني صغير ولا شوف ولا جوج صغير ولا ما نقرا. انا مانيش عارف، مانيش عارف شنو المنزله خلاص فيها، مانيش عارف لا راه مخلص في الملايين في مئات الالاف ولا في عشرات الالاف ولا وين، مانيش عارف. لازم نقسمو ولا نقرا. بصح كي نكتبو، كي نكتبو بالطريقه هذه راه باين ثلاثه 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 تاع البسيطه، ثلاثه تاع الالاف وثلاثه تاع الملايين. هذا غير نشوفو نقراه ديريكت كيما نقراه 317 مليون و 352 ألف و 122. علاه راه مقسم ثلاثة ثلاثة؟ نقرا ساهل. فهمنا؟ طيب أعطاني العدد هذا وقال لي احصره، احصر هذا العدد بين 200 متتاليين من الألف. أول خطوة قلنا دائما اللي ما تتبدلش اللي هي الرمزين، ندير الرمزين أكبر وأصغر. الخطوة الموالية نحدد المرتبة اللي قال لي احصر فيها، قال لي احصر بين 200 متتاليتين من الالاف، معناه 100 الالاف. نحوس على مرتبة 100 الالاف هنا وراها. احد عشرة، 100 الاف، 10 الاف، 100 الالاف. اذا 100 الالاف هنا في العدد هي
معناه الرقم ثلاثة هو رقم مئات الألف. رقم مئات الألف. طيب قيمة الرقم ثلاثة مئات الألف على ثلاث مئة ألف لأنه رأي في مرتبة مئة ألف. طيب هل ثلاث مئة ألف شدد بها؟ أنا عرفت شدد بها. نكتبها وين نكتبها؟ في الجهة الصغرى. نكتب قيمة المنزلة اللي حددتها في الجهة الصغرى. ثلاث مئة ألف. لاحظ أن يقول ثلاث مئة ألف معناه ثلاث مئة. كيف نسمع؟ ثلاث مئة. ثلاث مئة ألف. غير نقول ألف معناه يخصني ثلاث أرقام وداخلتها بسيطة. أنا كنت 300 ألف. الآن 300 ألف كي يزيد لها 100 ألف. 400 ألف. يعني نقدر نقول 400 ألف غير 400. وغير نقول ألف معناها نزيد ثلاثة تاع البسيطة. معناها نزيد ثلاثة بسيطة. قلنا 400 ألف. لا الآن راني درت وكملت كما سبق بصح الآن عندي أرقام. هذا اللي يبقاو كلهم. 17 نزيدها. 117 الآن أنا حصرت العدد اللي يبقاه لي بين 200 متتاليتين من الآلاف اللي هما 300 ألف و 400 ألف. ولا نبقى العدد كامل اللي هو 317 مليون و 300 ألف و خلاص ما كانش. إذا 317 مليون و 300 ألف. والعدد الأكبر اللي هو 317 مليون و 400 ألف. 400 ألف. نديرو مثال آخر. لاحظ. مثال آخر أعطاني لاحظ. مثلا غير نشوفو نقراه. علاه؟ راه مكتوب ثلاثة ثلاثة وزوج واحد. دوك الزوج اللي راه وحدهم طلعهم عام 44 مليون. مليون. وبعدين نقرا الثلاثة اللي بعدهم. 341 ألف. و 381 مليون. لذلك نقطة مهمة ركز عليها. دائما العدد يكون كبير أكتب ثلاثة ثلاثة. كاين بقاو هذوك الآخرين ديرهم وحدهم. لو كان بقاتك أربعة خليها وحدهم. بقاو زوج نقراهم عام 44 مليون. مليون. ماشي ألف. تبعوا شكون. 44 مليون و 341 ألف و 323. نحصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين من الآلة. أول خطوة شندير ندير الرمزين. الخطوة الموالية نحدد المرتبة اللي قال لي أحصر فيها. راه يقول لي أحصر. حنا شفنا خطرات يقول لي أحصر بين العشرات، خطرات يقول لي احصر بين المئات، خطرات يقول لي احصر بين عشرات الالاف، خطرات يقول لي احصر بين عشرات الالاف، خطرات يقول لي احصر بين مئات الالاف، وخطرات يقول لي احصر بين مئتين متتاليتين من الالاف اللي هي مئات الالاف. شنو ندير انا؟ نحدد المرتبه وراي مئات الالاف في هذا العدد. نروح من الاول ونجي جاي. عشرات مئات الاف عشرات احد عشرات مئات الاف عشرات الالاف مئات الالاف. إذا مئات الألف نطلع هذه في السؤال نحددها وراي ثلاثة. بعد ذلك نشوف رقم الثلاثة هنا راي يمثل رقم مئات الألف. رقم مئات الألف. طيب الثلاثة رقم مئات الألف لكن قيمته شعار ثلاثة مئة. طيب ثلاثة مئة علاه؟ لأنه في منزلة مئات الألف. إذا 300 ألف هذه استقبلتها ولا خرجت شدد بها نكتبها في الجهة الصغرى. 300 ألف معناها من 300 ونحبس. 300 ألف ما دام راني نقول ألف نزيد ثلاث أرقام داخلين اللي هما أصفار. هذه هي 300 ألف. طيب 300 ألف نزيد لها 100 ألف. علاش نزيد لها 100 ألف؟ لأنه هو كان يحصر بين 200 مختلفة من الألف. 300 ألف وزيد لها 100 ألف. 400 ألف. تخيل ما صدت 300 ألف. صدت 500 ألف. معناها تجي بعدها 600 ألف. تخيل صدت 700 ألف. تجي بعدها 800 ألف. فهمنا؟ نعم. الآن بعد الخطوة الأخيرة. شنو هي؟ الأرقام الأخيرة اللي نبقاو نكتبهم. اللي هي
ومن جهة أخرى. الآن راني حصرت العدد بين 200 متتاليتين من الآلاف اللي هما 300,000 و400,000. ولا نقرأ العدد كامل اللي هو العددين 44 مليون و300,000، والعدد الأكبر اللي هو 44 مليون و400,000. خلاص؟ فهمنا؟ نعم. ما رحتيش ساعة؟ روح. طيب الآن من واحد على الصبورة مش بلا اصبر لكم الطلاب شنو بيشوف نبداو بالسؤال الاول احصر كذا ما زالوا في السؤال يا اصبر احصر احصر العدد الاتي نبداو بالعشرة كيما قلنا انا نبداو بالعشرة مواد المئات مواد الالاف احصر العدد الآتي بين عشرتين متتاليتين سؤال أيوه احصر العدد الآتي بين عشرتين متتاليتين طيب شوّل علي أعطاني مثلا أعطاني 5,300 و 6,000 5,300 و 6,000 احصر هذا العدد بين عشرتين متتاليتين يلا